عقدت اتحاد مؤسسات المجتمع المدني في منطقة براك الشاطي في دورته الرابعة اجتماعا تشاوريا لاختيار أعضاء ورؤساء الجمعية العمومية الجدد. هذا وكانت الجمعيات المستهدفة في الاجتماع قرابة 42 جمعية أهلية. علي صغير عضو مجلس النواب عن الدائرة السادسة الشاطي سبها، اليوم بدعوة من اتحاد مؤسسات المجتمع المدني بوادي الشاطي تمت الدعوة لي لحضور هذا الاجتماع، والذي تبين فيه أنه سيتم اختيار جديد لرئيس والنائب وأعضاء الاتحاد مؤسسات المجتمع المدني.